جريمة جديدة بحق الأهالي في محافظة دير الزور تضاف إلى سجل ميليشيا قسد، هذه المرة في بلدة الشحيل شرق المحافظة. أرتال لميليشيا قسد تحركت لتنفيذ حملة مداهمات بحق أشخاص كانوا ينتمون لتنظيم داعش في المدينة كما زعمت، لكن سرعان ما تواردت الأنباء عن إطلاق نار كثيف أدى إلى مقتل 6 أشخاص على الأقل. ميليشيا قسد اعترفت بفعلتها وبررت ذلك بقولها إن القتلى كانوا يحمون عناصر داعش في الشحيل، إلا أن أهالي المنطقة أكدوا أن الضحايا لم يكن لهم أي علاقة بالتنظيم أو أي فصيل آخر. وعلى خلفية حملة المداهمات هذه خرجت مظاهرة في الشحيل ضد ممارسات ميليشيا قسد، ترافقت مع هجوم المتظاهرين على أحد حواجز الميليشيا في المدينة، ما دعا قسد إلى إطلاق النار على المتظاهرين موقعة قتيلا مدنيا، الأمر الذي زاد من حدة التوتر في المدينة ودفع ميليشيا قسد لإخلاء مقراتها. حادثة القتل هذه سبقها قبل أسابيع حادثة أخرى نفذها عناصر من ميليشيا قسد، قاموا خلالها بتصفية عائلة مدنية من أبناء قرية ضمان القريبة من مدينة الصور شرق دير الزور. ويشار إلى أن مدن وبلدات دير الزور تشهد للأسبوع الثالث على التوالي مظاهرات شعبية ضد ممارسات ميليشيا قسد وسياساتها بحق الأهالي في المحافظة.